لو الحكاية فيها إن فيجو. ممكن حضرتك تقول لي إيه نظام إيجار الشقق في التجمع الخامس؟ التجمع الخامس عندنا التجمع مقسوم طبعاً كمناطق معينة كتير، عندنا أحياء، عندنا معظم الحي الأول، الحي الثاني، الحي الثالث، عندنا البنفسجي، عندنا الياسمين، بتتراوح الأسعار كسكني غير إداري، يعني كشقق مثلاً دور أرضي ممكن تعمل لها مثلاً حدود 6-7000 جنيه، الشقة بتاعتها تقريباً 200 متر، تبقى عبارة عن 3 نوم، 3 ريسبشن، مطبخ، 2 حمام. لو أول بلكونة قريبة من شارع التسعين بتعمل لها ممكن 8000-9000. لو في البنات منطقة البنفسج أو الياسمين ممكن تعمل لها 4.5-5000 الشقة. يعني أقل حاجة في إيجار الشقق في البنفسج والياسمين. بالظبط كده. هي 4.5. من 4.5-5000. تمام. طيب بالنسبة طيب في نظام إيجارات للفيلل ولا؟ إيجارات الفيلل بتتراوح برضه، في ناس بتاخد فيلل كسكني. لو فيلل كسكني ممكن تعمل لها في حدود 25-30 ألف. في بعض الناس بياخدوها كشركات. بس طبعا دي ما بتبقاش مرخصة من الجهاز، ما بتبقاش إداري، فبيضطر إن هو يحط الشفط عليها، ممكن سعر الفيلا يوصل 40-50 ألف جنيه. بالمثل مثلا عندي حاجة مثلا في جنوب الأكاديمية، مساحة أرض 600 متر، بيزمنت وأرضي وأول ودورين، من شطابة سوبر لوكس، دي حضرتك مطلوب فيها الإيجار حوالي بتاعها 45 ألف جنيه. عندي حاجة مثلا حضرتك في شارع الشويفات مصية بتعمل لها حوالي 55 ألف جنيه. عندي حاجة حضرتك في الحي التاني بتعمل لها تقريبا حوالي 35 ألف جنيه. يعني أغلى حاجة في إيجار الفيلل في الشويفات بالظبط هي 55 ألف جنيه. بالظبط كده. تمام. طيب الشويفات اللي ب 55 ألف جنيه دي كم متر؟ مساحة الأرض حوالي 700 متر، بيزمنت وأرضي وأول وتاني. تمام. فيجو.